عرفتونا. مرحبا مجددا من المندلون دبي، وانضمت لنا هلا استاذة بيانو وايضا عازفة على البيانو وهي جلنار مجدلاني لتحكي لنا اكثر عن تجربتها بهذا الاطار. اهلا وسهلا فيكي جلنار، شرفتينا لليوم. ميرسي، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكي جلنار. يعني من عمر 7 سنين وانت عاشقة للموسيقى وللعزف على البيانو، حكايتك اول شيء مع البيانو؟ انا عندي عشق انا والبيانو، يعني انا وياه متزوجين مثل ما بيقولوا، فهو روحي وانا بلا بيانو بحس حالي ضايعه، بحس في شيء ناقص فيي، خاصه هلا بهالفتره اللي نحن عم نقطع فيها يلي بحاجه لشوي نحس شيء انتي ستريس، فالبيانو بحس حالي ببعد عن كل الاجواء اللي عم نعيشها، شوي عن جد بتخلق عصبيه وبتخلينا نروق. وعم جرب قد ما في كمان اعمل فيديوهات وحطهم على السوشيال ميديا كمان حتى اللي انا بحسه شاركه مع كل العالم. صحيح، على كل جلنار نحن دائما بنردد وبنقول انه الموسيقى هي لغه عالميه، قد ما يكون الانسان معصب بس يسمع شويه موسيقى بترتاح اعصابنا، هالستريس اللي عم نعيشه يوميا يمكن شوي بخف من خلال الموسيقى. اليوم كعازفه بيانو اكيد تاثرت بفنانين عالميين كثير، اكيد حضرت كونسرتس عالميين، ما بعرف ليه بحس ذوقك مثل ذوقي بهول الاشخاص. يلي هو مين؟ انا متى بحب كثير ياني. انا كمان، انا بلشت وحضرت له مره باتينا حفل ياني وراول دي بلازيو كلهم. طيب من كل هول الاشخاص شو التكنيكات اللي تعلمتيها منهم؟ اكيد من كل حدا بتاخذي شوي، وانت اخر شيء بتعملي كمان يعني انت تكنيك تبعك، بتحسي انه لما حدا يسمع شيء كان دائما يقولوا لي بنحس انه هيدي جلال عم تلعب. يعني بتصير من خلال المعزوفه عم تسمعيها من دون ما تشوف الشخص بتعرفي انه هيدا ستيله، مثل بس تسمعي يعني بتعرفي هيدا ستيل يعني، هيدا ستيل راول دي بلازيو، هيدا ستيل ياسر رحباني، فدونك خلقت عندي هيدا ستيل تبعي، واكيد اخذت من كل حدا شوي، وكل مرة بتصير ماتوريتي أكثر، يعني بتصير في نضج أكثر بالعزف وبالطريقة كيف بدك تعمل كل شيء يعني. أوكي. خلينا نحكي شوي عن المسابقات العالمية يلي شاركتي فيها وكيف كانت. كان في مسابقة بال 2013 على اليوتيوب على البارتس أوف ذا كاريبيان، الفيلم المعروف كثير. وكمان كان في بيانست كثير معروف اسمه جارد رادنخ، كمان مستوى كثير عالي، هو كان عامل له أرينجمنت كثير، بتعرفي يعني المقطوعة هي معمولة لأوركسترا، فجسد الأوركسترا ببيانو، دونك صرتي عم تلعبي على البيانو مقطوعة أوركسترالية، دونك كثير صعبة أكيد، وعمل عليها كومبيتيشن عالمية، وأنا كنت مشاركة من لبنان. هلا كان بتعرفي تصويت وقصص، انتقلنا لمرحلة الثانية، والثانية صار في عنا شيء بلبنان وقتها انفجار طرابلس وهيك، وخفت بتعرفي لبنان احنا كل شيء بيتأثر فيه، ما عاد فتنا بالتصويت وانا تأهملتها، بس مع كل شيء بقيت انه طلعت يعني وصلتي الى مرحلة بالرانك من بين شيء 156 واحد، يعني مرتبة كثير منيحة. لا لا اكيد انا حبيت لانه كمان خلقت هيك يعني جمعنا العالم كله عن من خلال الانترنت. بتعرفي هيك صايرين عم بيعملوا كثير كونسرتس او حتى حفلات هلا عبر السوشيال ميديا، خاصه انه هلا بظرف كورونا والحجر الصحي والى اخره. طيب اليوم بس عم تحكي عن الاوركسترا انه قدرتوا تعملوها بس على البيانو، يعني جسدتوها بس على البيانو، بس قد ايه انت بتحلمي انك تدقي مع اوركسترا عالميه كبيره جدا؟ هذا كثير بحبه، حتى بحب يكون عندي انا الاوركسترا تبعي، يعني انا يكون عندي باند لالي وكثير كبيره، بس هذا بدها شغل وبدها تضحيه وبدها 100 شغله، يعني بدك تفصلي بين انه يكون في عندك عائله وتقسمي بين عائلتك وبين شغلك الفني اللي بتروحي على الاكستريم له. يعني بحبها وبخاف منها بذات الوقت، لانه اذا فتت فيها ما فينا ارجع، واذا فتت فيها بدي اخسر كوكتيل عائله اللي انا عندي. ليه بتاخذ كثير من وقتك؟ اكيد، يعني انا اذا بدي اصور فيديو بالبيت بقعد نهارين بين انه كيف بدي ادبر، ما يكون في حدا بالبيت ولا اولاد ولا شيء، تسجل تصور هذا بكون فيديو بده 3 دقائق. كيف تكوني انت عم بتسجلي شيء وتمرينات، ويعني بدها كثير، يعني بده الواحد يعرف شو بده يختار ويمشي فيها. مع مين حلمك تشاركي بالعزف قلنا؟ راول دي بلازيو.
كنت كثير حابه معروف. انا كذا مره لما اجي على لبنان لقيناه بالكازينو بالفي اي بي لاونج بالمطار، بس انه ما عاد صار الكونتاكت تنكون في كونسرات، وبتعرفي كيف شو صار هلا بالوضع الاوضاع، فصرنا كلنا هلا اونلاين نعمل شيرينج فيديوز وبنحط على اليوتيوب شانل. صارت السوشيال ميديا يعني هي الاساس. بس ما بتحسي الموسيقى اونلاين بتعطي نفس الاحساس؟ يعني ما فيكي تاخدي نفس الاحساس من الجمهور او الجمهور ياخد نفس الاحساس منك اونلاين على زوم؟ ليكي مثل الكونسير اللايف ما في، ما في مش حتى نفس الشعور. انا هلا بس نزل فيديوز على السوشيال ميديا بقول لهم انه بليز حطوا الايرفونز تسمعوا، لانه بس تسمعي من التليفون بيطلع صوت شيء، ولما تحطي الايرفون صوت شيء ثاني كليا. لما تحطي الايرفون تتاخذي بالموسيقى، خاصه اذا كان الصوت معمول باستوديو مزبوط، بينما اذا على التليفون عابر مثل عم تسمعي شيء عادي ما بتحسي فيه مزبوط. على كل، خلينا يا ريت هيك نرجع نقول ترجع الحياة الطبيعية، نرجع نظهر ونحضر كونسرت ونحضر حفلات ومناسبات. اشتقنا عن جد هيك للحياة الطبيعية. مظبوط. شفناكي بالظروف اللي قطعنا فيها، يعني إن كان بانفجار 4 آب أو حتى بظروف الإنسان بيكون قاطع فيها هيك مش ولا بد كتير ريقت له يعني. منشوفك عم بتعزفي على البيانو مثل كأنه نوع من فشة خلق لقليك أو ستريس أوت، وأغاني معروفة، أغاني معروفة لبنانياً وعربياً. شو أكتر شيء بتحب تعزفي بهيدي الفترة مثلاً؟ هلأ بهالفترة عزفت كذا أغنية اللي هن لبيروت للسيدة فيروز، أكيد، ورجع رجع يتعمر لبنان اللي نحن متأمل دايماً أنه أكيد يتعمروا أحلى من مكان لزكي نصيف، وآخر شيء هلأ من يومين لست ماجدة كمان يا بيروت. رح نروح نشوف ونسمع لبيروت ونرجع لسيدة فيروز طبعا. جلنار بالفعل هالاغنيه اللي ما بتموت ابدا، منرددها اذا كنا مبسوطين ومنرددها اذا كنا عن جد زعلانين، حتى للاسف انه صرنا شهر وشوي منرددها على ماساه وعلى على زعل مش على فرح ابدا. اليوم بالموسيقى بالبيانو قد ايه فينا نوصل نفس الرساله مثل الفوكال، يعني مثل الصوت، يعني اذا حدا عم بغنيها بصوته؟ ليكي طريقه العزف بتخلي اللي عم بيسمع يحس اذا مزبوط قادر يغني ولا لا. فيك تعزفيها بطريقه ما تحسي شيء، فيك تعزفيها بطريقه بتحسي عن جد انه المغني عم بغنيها اللي عم بيأديها لهالغنية. دونك يعني حسب انت كيف بدك توصلي هذا المساج. هون قدره العازف وقوته انه يوصل هذا المساج، بس بيوصل على اكيد. انت هلا بس سمعتي شو حسيتي؟ بلا اكيد 100%. اصلا انا غرامه البيانو، يعني صعب واحد يتعلم شيء. بتقدري توصلي كل
المسجز جلنار يعني بتقدري توصلي الفرح اكيد الحزن لانه الغنيه اذا ولا بس التاثر هيك بالحزن اذا كانت الغنيه فرحه اكيد رح تحسي انه فرحه واذا كان هي مثلا مثل هالغنيه بتحسيها عن جد حزينه صح ما فيك تلعبيها بطريقه سريعه وما بعرف كيف وتدخلي يعني لقصص بتحس راجع يتعمر لبنان اكيد بتنعزف معك بطريقه فيها بوزيتيفيتي اكثر فيها هلا بس تسمعيها بتحسي انه بدك تقومي تدبكي مثلا هي اصلا عن جد سبحان الله بس نسمعها ما فيكي ما تحسي حالك انه بدك تقومي عن جد هيك بتعطيكي امل بتعطيكي فرح بتعطيكي رجاء طيب يلا اي ناخذ فرح شوي عامله شوي جلنار انه بدنا لازم يعني ما فينا كمان كل الوقت نكون بحاله يأس وزعلانين بدنا نعطي شويه امل ورجاء للعالم بس حطيتي بالفيديو صور الانفجار اكيد نحن بنحط انه نحن عم نجي عم نعمر لبنان اذا الله رضى شوفي الصور الفيديوهات حطيتهم انه كيف عم يبلشوا يرجعوا يرمموا صحيح بيروت من بعد الانفجار حطيتي اللي صار. بيفور اند افتر يعني نحن دائما بنتمنى تكون بيفور والافتر نمحيها من ذكرتنا ان شاء الله بس للاسف الافتر يعني بصير احلى من بيفور أكيد بعد اكيد ان شاء الله يعني نحن دائما اللبنانيين دائما عندنا هالامل وهالتفاؤل اليوم جلنار كمان انت بتحبي تعزفي الموسيقى الفرنسيه تبع الثمانينات 80s ميوزك يعني بس نقول الثمانينات هو جيلنا نحن يعني الرومانسي بحد ذاته مظبوط كل شيء رواق بس ما بنعزف لا في قصص بلا ما في قصص بال 80s معروفه كثير وفيها حياه يعني مش ضروري يكون كل شيء 80s يعني رايقين لا اكيد بس انه هيدا الجو هيدا الستيل يعني الموسيقى اللي بتسمعيها بتحسي فيها لحن فيك ترجعي تردديه مش موسيقى بس مش معروف اولا من اخرها بس انه في عنا بيت انه في ايقاع ماشي بتحبي حدا يواكبك بالغنى وقت تكوني عم تعزفي او بتحسي بالعكس عم بياخد من وهجك لحقلك شغله بس يكون في شخص عم بيغني معك طريقه عزفك بدها تختلف انا لما اعزف لحالي بانفراديه بعزف كانه في معي مغني دونك بس بيكون في معي مغني ما بقعد فيني العب ذات الطريقه بصير كانه انا محدوده اي محدوده وتركت له المجال له عرفتي كيف ف ما بقعد في طريقه ما بقعد فيك تسمعي هذا الشيء اللي عم تسمعيه هلا يعني بصير بدي غطي عليه دونك فالافضل انه هلا كذا مره عزفتي لماجد
مزبوط، هيدا من يومين طازة. بس كان في حدا عم يرسم صحيح؟ مزبوط، عم يرسم الانفجار مع الارزه هلا بتشوفي. اوكي، اسمه انطوني عبد الكريم. هذا ما بيغطي عليك، هذا بالعكس. لا بالعكس، هذا عطى. ايه عطى. ايه اكيد كثير حلو كان، لانه هون عم يرسم الارزه كمان. مزبوط، ورسم الانفجار قبل كيف طلع. يعني فنان مع بعضهم ماشيين. مزبوط، خلينا لينا جلنار تحت الهواء انه بيحبون هالمعزوفات برا، بس تبعتيهم على جروبات. مزبوط، على السوشيال ميديا في عندي كثير. ليه بيحبون؟ ليه بيحبوا العزف؟ بيقولوا ما بنعرف الغنيه بس كثير حلوه. بليز فيك تبعتي لنا الباديسو ما نلعبها، انه يعني شيء جديد عليهم، ويمكن طريقه البعزفة فيها بحبوها، واللحن حلو، دونك بكون كمان عم نعرفهم على شيء حلو جديد. حلو على الاقل. خلينا نقول قد ايه اوروبا فيها موسيقى حلوه، بحبوا موسيقتنا العربيه الشرقيه، دائما بحسوا انه الانسترومنتس اللي نحن بنستعملها في شيء هيك، يعني شيء غير عن كل الانسترومنت اللي هن بيستعملوا. مظبوط. جلنار، شو مشاريعك المستقبليه؟ في شيء هلا عم تشتغلي عليه؟ هلا عم اشتغل من البيت، مانك شايفه؟ عم بس البيت حلو. بس البيت كان بدي اقول لك بلاط حلو واسباسي. اي هلا كان في صوفات، كان في اخبار، بس صاروا كلهم برا للتصوير. لما تقول البيت فاضي. السجادة حلوة، البيانو لحاله بيحكي. يعني هو أول شيء فات على البيت الصراحة البيانو. أكيد على أساسه هندسنا البيت. أكيد صحيح. فهلا مكملة من البيت حاليا؟ أكيد. إيه، كل العالم كلها عم تشتغل أونلاين، أنا عم بشتغل أونلاين كمان ذات الشيء. هلا أكيد أنا بعلم، لأنه عم بروح عند التلاميذ بعلمهم، يلي أكيد مش كون فيني بعدهم. وهلا على امل نرجع نفتح على الاخر، يعني ما خلص نخلص. ما هي كمان الكورونا كله مع بعضه. بتعرفي المقاسه اجت على كل العالم، كل مع بعضه، ولكن المقاسه اجت على لبنان تايمز 2 تايمز 4 اكثر من كل العالم. يعني العالم عانى من كورونا وحجر صحي وبطاله يمكن بالشغل وبالحياه، انما نحن اللبنانيين عم نعاني من كل هول. نحن كل شهر عندنا سربريز بلس انفجارات وبلس اكشن. الله يعيننا. خلينا نقول ان شاء الله هيك
هيك دائما بس نتفائل. بس الحلو فينا بنضل نضحك وبنضل نتامل وما نيأس. اكيد هذا الحلو فينا انه بنضل نعزف كمان. مزبوط. ومن خلالك ومن خلال الموسيقى نحن بنضلنا هيك عنا ايجابيه بحياتنا. ميرسي كلكم ذوق. بدنا نشكرك الموسيقيه وعازفه واستاذه بيانو جلنار مجدلاني. ميرسي كلكم ذوق. شرفتينا. ميرسي بقى انت كمان. بعد الفصل الاعلاني رح ينضم لنا المغني فادي الحاج، تابعونا.